تنسى الاشتراك في القناة والضغط على الجرس لتفعيل التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشرح ميزة الفات أو الضريبة في البرنامج. لازم يكون عندك نسخة 63 من الميدل إيست. في البداية نروح على الباك أوفيس سيتينج التكس ديفينيشن، نخلي الاسم مثلا فات ونخلي النسبة 5%، وبعدين نخلي رقم الفات، نعمل سيف، نضغط أوكي. بعد كل عملية الرفريش لازم يكون في البرنامج. نروح على الكويك سيرف، نعمل أوردر على السريع، راح نلاحظ أن رقم التاكس تغير. نعمل تندر كاش، نروح على الباك أوفيس، نروح على السيلز ريبورت، ديتيل سيلز ريبورت، راح نلاحظ المعلومات، من ضمنها راح يكون التاكس اللي هو الضريبة، وبقية المعلومات أيضا موجودة. نروح على السيلز توتال، كذلك راح تشوف أن الضريبة كذلك موجودة. نروح على الكستمر فيندر جروب، نعمل فيندر جروب جديد، مثلا نسميه رو ماتيريالز، نعمل سيف، ونسوي جروب جديد كذلك فيندر جروب 3. نعمل سيف، نروح على الفندور مانجر، نختار نيو، وندخل فندور جديد، مثلا نكتب فندور، نخلي رقم الهاتف او رقم هذا الفندور، ونعمل سيف. طبعا بامكانك ان انت تغير الرقم في اي فترة انت حاب، تخلي الرقم اللي انت او رقم الفندور الجديد. نروح على المنيو انفنتوري كاتيجوري، نعمل كاتيجوري جديد مثلا فيجيتابلز، نضغط سيف، نروح على الانفنتوري ايتم، ندخل الايتم، نعمل انفنتوري ايتم جديد مثلا بوتيتو، نخلي البرايس 200، نخلي يونت كوست 250، ونلاحظ ان السيلبل ايتم، ونحدد اختيار التاكس. نعمل ريفرش، نروح على المانجمنت، نروح بارتشيز اوردر بوليسي، نختار اسم الفندور، نعمل سيلكت، وندخل البرايس. وندخل مينيمم اوردر كوانتيتي مثلا 5 كيلو، والتاكس ريت له 5%، ونعمل سيف. نروح على الميك بارتشيز اوردر، نعمل نيو، نختار اسم الفندر سيلكت، ونختار اسم الايتم ونعمل سيلكت. ندخل الكوانتيتي اللي حابين نعمل طلب اليها مثلا 16، راح تشوف ان اليونت برايس والتاكس كل شيء موجود، راح اسوي كالكوليت او حساب الى المبالغ الموجوده كالتاكس والتوتال اماونت، نعمل سيف يس. راح نشوف السيلز ريبورت الحين، بارتشيز ريبورت، البارتشيز تاكس سمري هل هو ريبورت بس طلع لك الملخص، والبارتشيز تاكس ديتيلز، وهذا بالتفاصيل. طبعا راح تقدر تنزل الملف كاكسل شيت او ترسله على الايميل. نعمل رفرش دائما. شكرا لمتابعتكم، وانتظرونا في فيديوهات ثانية ان شاء الله.